أهلا بكم من جديد. بعد تصدرها مشهد اللقاحات، تعمل شركة فايزر الأمريكية على تطوير حبة دواء لوقف فيروس كورونا. ستبدأ فايزر التجارب على البشر، وإذا نجحت فمن المحتمل أن يتوفر علاج منزلي لوباء كورونا في وقت لاحق من العام الجاري. قد يكون الدواء الفموي التجريبي الذي تنتجه شركة فايزر، والذي سيكون الأول المصمم خصيصاً لوقف كورونا، متاحاً بحلول نهاية هذا العام وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل. الصحيفة قالت إن الأقراص المضادة للفيروسات تحول دون انتشار الفيروس داخل الجسم عن طريق منع الإنزيم الذي يحتاجه كورونا لنسخ نفسه، وينتمي العلاج إلى فئة من العقاقير تعرف باسم مثبطات الإنزيم البروتيني. وبحسب الجريدة، سيتم وصف الدواء للمرضى عند ظهور أول أعراض للإصابة بفيروس كورونا. التجربة الجارية تنقسم إلى 3 مراحل وتستمر لمدة 145 يوما، ما يعني أنها ستنتهي في منتصف يوليو. المرحلة الأولى ستنتهي في مايو، وإذا سارت التجارب أكبر بشكل جيد يمكن توزيع الدواء على المستشفيات ومكاتب الأطباء بحلول خريف 2021 بحسب ديلي ميل. وتجري تجربة حبوب منع كورونا في موقعين لشركة فايزر، أحدهما في كنتيكت بالولايات المتحدة والآخر في بروكسل ببلجيكا. لمناقشة المزيد ينضم إلينا من ولاية ميشيغان الأمريكية الدكتور غسان سعيد، الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية في ميشيغان. أهلا بك دكتور معنا في ألوان الشرق لليوم. دكتور، فايزر تعمل على عقال لوقف فيروس كورونا، وهذه المرة هو حبة عن طريق الفم. هذا الموضوع تم الحديث عنه من قبل لكن لم يكن حوله معلومات كافية. اليوم مع هذا الإعلان نتحدث عن ماذا تحديدا؟ هل سيتم اعتماد أقراص كعلاج في حالة أصبنا بالفيروس؟ ماذا يعني حبة دواء مصمم خصيصا لوقف فيروس كورونا؟ اشرح لنا. نعم، مساء الخير لك سيدتي وللمشاهدين الكرام. قبل ما أبدأ، مجموعة الأدوية اللي هي ضد الفيروسات هي مجموعة كبيرة جدا. الفرق واللي طنوا الإعلام عن موضوع فايزر الدواء الجديد هذا، أنه هذا الدواء يثبط إنزيم معين فقط في الكورونا، فقط في خاص، يعني خاص للكورونا، يا مش زي الريمديزيفير مثلا خاص لكل الفيروسات، مش مثلا زي الانتي فايرال دراجز تبعون الايدز وتبعون الهيباتايتس سي وتبعون هذول مش خاصين لهذول الفيروسات، خاصين لمجموعه الفيروسات. هذا حيكون خاص لفيروس كورونا فقط. طيب كيف بيشتغل هذا؟ فكرته هم بيطوروا دوائين الان. الدواء الاول اللي بيطوروه هو ياخذ عن طريق الفم، والدواء الثاني اللي بيطوروه ونفس المشتق من البروتينيز انهيبيتر برضو حينعطى للناس المتأخرة حالتهم عن طريق الوريد. هذا الدواء بيشتغل كما يلي: لما بيدخل الفيروس الخلية تبعنا بيضخ الشفرة الوراثية تبعه داخل الخلية، فتقوم ريبوزومات الخلية تبعنا بترجمة الرسالة الجينية إلى رسالة بروتينية، وهي الرسالة البروتينية بتكون عبارة عن سلسلة طويلة من البروتينات. ففي بالفيروس عشان البروتينات هذه تشتغل، اللي هم مكونات بروتينات الفيروس، في مقص بسموه بروتييز. بروتييز هو إنزيم. شو بيعمل؟ بيقص هاي السلسلة الطويلة من البروتينات إلى بروتينات متنوعة. هذول البروتينات المتنوعة هم اللي بيعملوا الفيروس وبيكونوا مكونات الفيروس عشان يتكون فيروس جديد وبالتالي يعدي خلايا ثانية. فهذا الفيروس الدراج الدواء اللي بيطوروه شركة فايزر هو بتجيبه بتحطه داخل الخلية بيمنع هذا البروتييز بالضبط تبع الكورونا، علشان هيك طيب. هذا له قيمة علمية وطبية هامة جدا. دكتور، هل سنستغني عن اللقاحات بناء عليه، أو ستبقى اللقاحات هي الحصان الأول والأخير أمام هذا الفيروس؟ هذه الأدوية مكملات أمام هذا أو الفيروس أساسية؟ هذا الفيروس باقي معنا إلى ما شاء الله. أوكي، عشان لكن الحصان رقم واحد هي هذه الحبوب ستكون الأقراص، أو ستبقى اللقاحات رقم واحد ومن بعدها تأتي كل الاختراعات والأدوية؟
لهذا أحسنتي، لهذا السبب حيكون ضرورة وجود اللقاحات. لكن في ناس معينين مثلا ما بياخذوا اللقاحات، في ناس عندهم مجموعة كبيرة من الناس بيقول لك اللقاحات مؤامرة وما بعرف إيش، في اللقاحات مثلا ممكن ما تكون مدتها طويلة، ممكن اللقاح يعني يكون 6 شهور. الآن عم نتكلم عن لقاحات فايزر وموديرنا ولقاحات كورونا من 6 ل 7 شهور أو 8 شهور. فوجود المكمل، هذا الدواء يعتبر مكمل ويعتبر ناجح وهنا جدا سؤال. في محاربة هذه الجائحة. إلى أي مدى إمكانية أن يتم أخذ اللقاح وهذه الأقراص سويا؟ هل سيكون هنالك أي مشكلة؟ أنا تلقيت اللقاح اليوم وبعد مدة أصابني الفيروس، أستطيع أن أتلقى هذه الأقراص بناء عليه يكون عندي مناعة أكثر، يعني شيء مثل الإنفلونزا؟ لا، اللقاح نظريا اللقاح مفروض إذا أخذت الجرعات المناسبة، الجرعتين كاملتين، المفروض أن اللقاح يمنع عنك دخول الفيروس لجسمك. هذه الأقراص أو الحبوب اللي بنحكي عنها تبعت شركة فايزر تعطى بروفيلاكتيك، يعني تعطى للوقاية، يعني تعطى لطلاب المدارس. طبعا حيكون معها حيكون سكرينينج، يعني لازم يكون فحوصات كبيره جدا، يعني مثلا في المدرسه بيعملوا سكرينينج، بيعملوا اذا في بدايه انتشار للمرض او بدايه عدوى تعطى هاي الحبوب بالفم في البيت، وبتساعد انه تقضي على الفيروس وانه ما تعدي غيرك بالفيروس. عشان لهذا السبب حتكون سريعه التدخل. اللقاحات حتاخذ وقت، لما تلقح كل 7 مليار نسمه على وجه هاي الكره الارضيه عشان نوصل للمناعه الجماعيه لازم تلقحي 70 ل 85% من الناس. متى حنعمل هذا؟ يعني خلينا نكون واقعيين، متى حيتم هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني حياخذ سنوات. سنوات، انا متوقع. نعم. لا 5 سنوات. نعم، فوجود مثل هذه الأدوية طبعا حيكون سيفير، يعني حيكون نعم. مخلص لنا من الجائحة، من الفيروس. جميل دكتور، هذا الدواء في أي مرحلة؟ بحسب المصادر الطبية وارد أن يتوفر نهاية هذا العام، لكن سيتوفر بشكل طارئ؟ سيكون وصل لمراحله النهائية أو سيجاز استخدامه بشكل طارئ مثل اللقاحات في هذه الجائحة؟ هذا اللقاح الان في هو في كلينيكال ترايل فيز 1 بي، اللي هو انه او فيز 1 اللي هو الجرعه واحده، بيعطوا جرعه واحده بيشوفوا نجاعه الدواء. فيز 1 بي بيعطوا اكثر من جرعه، بسموها دوسز، يعني بيزيدوا الجرعات وبيشوفوا انه هل تاثيره هو عباره عن يعني كل ما تزيد الجرعه كل ما زاد التاثير. هم الان في هاي المرحله وجدوا انه كل ما زادت الجرعه كل ما زاد نجاعه هذا الدواء. فاتوقع يعني حسب شركه فايزر شركه عملاقه وعندها مكونات. نعم. وعندها ريسورسز، يعني عندها قدرة مالية على أنه ينتجوا هذا النوع أو يعني يخلصوا من النتائج السريرية الثالثة بسرعة، يعني أتوقع نهاية العام. هذا يعني هذه أخبار مبشرة، أشكرك لكل هذه المعلومات. تأكد أن هنالك العديد ممن يشاهدون في غاية السعادة كون أن هذه الجائحة يعني كان العديد من الحلول وجدت لها. من ولاية ميشيغان الأمريكية كنت معنا الدكتور غسان سعيد الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية في ميشيغان، شكرا جزيلا لهذا المرور المميز عبر ألوان الشرق لليوم. نملأ الأرض عطفا في شهر العطاء، نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة تطبيق شير ذا ميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم وهي القضاء على الجوع. في بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ذا ميل. في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. إيثاركم لوجبة الإفطار يترك أثراً طيباً. الشرق معاً نضع النقاط.